بداية أسبوع جديد، حياكم الله لأخبار الرياضة من جولة الصباح. البداية من محلياتنا، حيث أقيمت المباراة النهائية ضمن الدوري المقام بمخيم كرفانات نيرب بكرة القدم بين فريق مخيم كرفانات نيرب وفريق التضامن أو ما يعرف بفريق الشادر. وبحضور قائم مقام مدينة نيرب وإدارة المخيم وحشد كبير من الجماهير، انتهى اللقاء بفوز فريق مخيم كرفانات نيرب بسبعة أهداف لثلاثة. هذا وبعد المباراة تم توزيع الجوائز بإشراف اللجنة الرياضية وتكريم اللاعبين. إلى كأس آسيا، تأهل المنتخب الإماراتي للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2015 بعد تغلبه على نظيره الياباني بفضل ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن دور الثمانية من البطولة الآسيوية. افتتح المنتخب الإمارات التسجيل الأول عن طريق علي مبخوت في الدقيقة السابعة، وحاول المنتخب الياباني بعدها من أجل تحقيق التعادل، لكنه وجد قوة دفاعية من جانب الأبيض لينتهي الشوط الأول بواقع التقدم لممثل العرب. في الشوط الثاني دخل منتخب اليابان وعينه على التعديل، وقد نجح اللاعب شيباساكي من تسجيل التعادل في الدقيقة 81 عبر تمريرة من لاعب إس ميلان الإيطالي كيتسوكي هوندا. الشوط الإضافي الأول جاء باستمرار التعادل، كذلك الحال بالنصف الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء والتي اتسمت للإمارات بخمسة ركلات مقابل أربعة. كما تأهل المنتخب العراقي لقبل النهائي، وذلك عقب تغلبه بفضل ركلات الترجيح بسبعة لستة على حساب منافسه الإيراني في مباراة تاريخية أقيمت ضمن دور الثمانية للبطولة الآسيوية. ففي ملحمة بطولية كافح العراقيون من أجل تحقيق الفوز وكان لهم ما أرادوا بعد سيناريو مثير، إذ افتتح المنتخب الإيراني التسجيل أولا عبر سردار آزمون عند دقيقة 24. في الشوط الثاني دخل أسود الرافدين وعينهم على التعديل، وقد نجح أحمد ياسين بإدراك التعادل في الدقيقة 56، واستمر الحال حتى الأشواط الإضافية، إذ تمكن المخضرم يونس محمود من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 93، ولكن التعادل جاء في الدقيقة 3 بعد المئة عبر آلي جاني، وتحصل المنتخب العراقي على ركلة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق نفذها ضرغام القريشي بنجاح، ولكن قبل النهاية بدقيقة واحدة عدل جو تشنجهاد النتيجة لإيران لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ويصل المنتخبان لركلات الجزاء والتي تفوق بها أسود الرافدين بواقع 7-6. إلى إفريقيا، نجح المنتخب الغاني بخطف فوز قاتل من نظيره الجزائري في المباراة التي أقيمت ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2015 بغينيا الاستوائية. حاول كلا المنتخبين بأحداث الشوط الأول، ولكن المحاولات لم تسفر عن أهداف. الشوط الثاني لم يختلف به الحال كثيرا، بل حاول الخضر بأن يحققوا الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان التأهل، لكن في الدقيقة الأخيرة من المباراة نجح مهاجم العين الإماراتي أسم واجيان نجح بتسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده لتحقق غانا أول ثلاث نقاط في أمم إفريقيا. هذا وكان المنتخب التونسي كان قد حقق فوزا مهما على زامبيا، فبعد أن افتتح المنافس التسجيل عبر مايوكا في الدقيقة 59 جاء الرد التونسي في الدقيقة 70 عبر أحمد عكايشي، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن التونسي ياسين الشيخاوي من إحراز هدف الفوز لمنتخب بلاده بعد تمريرة من زميله يوسف المساكني، لتنتهي المباراة بفوز نسور قرطاج مع اقترابهم من التأهل للدور الثاني. في إسبانيا، يرحل ريال مدريد إلى إقليم الأندلس من أجل ملاقاة قرطبة في إطار مباريات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. يدخل الفريق الملكي المباراة وهو متفوق في صدارة الليغا بفارق نقطة عن برشلونة، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة في رصيده، ويأتي للمواجهة بعد أن حقق انتصارين متتاليين أمام إسبانيول وختافي. بينما يدخل قرطبة المباراة وهو في المركز 14 بعد أن تعادل مع إيبار في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويأمل بأن يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر رغم صعوبة المهمة. بدوره يسعى برشلونة لتحقيق الفوز على مضيفه ألتشي، هذا وسيكون اللقاء الرابع بين الفريقين هذا الموسم بعد أن تواجها ثلاث مرات سابقة، مرة في الدوري ومرتين في الكأس، وانتهت المباريات الثلاث لمصلحة الفريق الكتالوني.
أما ألتشي فيبدأ المباراة بعد أن حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين على ليفانتي بهدف نظيف وعلى بلباو بهدفين لواحد، ويأمل بأن ينجح هذه المرة في عرقلة برشلونة وتحقيق نتيجة جيدة أمامه. في إنجلترا فاجأ مانشستر يونايتد جماهيره وسقط بفخ التعادل السلبي مع مضيفي كامبريدج يونايتد في الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا، ليضطر المانيو إلى انتظار التأهل بإعادة المباراة على ملعبه للفترة المقبلة. وفشل رجال المدرب الهولندي لويس فان جال على مدار شوطي المباراة، فشلوا في هز شباك مضيفه رغم كونه أحد فرق وسط الجدول بدوري الدرجة الثالثة في إنجلترا، ليضطر إلى إعادة المباراة على ملعبه، وإن ضعف هذا من فرصه في التأهل لدور الستة عشر. هذا وشهدت المباراة عودة عدد من لاعبي اليونايتد المبتعدين عن الملاعب منذ فترة بسبب الإصابة، أمثال الهولندي بليند والكولومبي فالكاو والأرجنتينيين أنخيل ديماريا ومايكل روخو. وفي أبرز مباريات اليوم يستضيف مان سيتي ميدلبزرا، وكذلك يستقبل تشيلسي رادفورد سيتي. بعيدا عن كرة القدم، أعرب الإسباني فاليرو لافيرا المدير الفني للمنتخب القطري لكرة اليد عن سعادته بالفوز الذي حققه العنابي على بيلاروسيا في المباراة التي أقيمت بينهما ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بالدوحة. وقال فاليرو: الفوز لم يكن يهمنا لأننا كنا قد تأهلنا بالفعل بالمركز الثاني بالمجموعة خلف المتصدر المنتخب الإسباني، ولكن حرصنا على تحقيق الفوز من أجل جماهيرنا التي حرصت على التواجد في صالة المباراة وتشجيع العنابي بحرارة في كثير من الأوقات. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 8 نقاط، احتل بها المركز الثاني بالمجموعة خلف المتصدر إسبانيا. من جهته بلغ المنتخب التونسي الدور الثاني بعد أن تفوق على منافسه الإيراني ب30 هدفا ل23. المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي نتابع معا. بدايتنا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بغينيا الاستوائية، حيث أبدى مدرب منتخب غينيا ميشيل دوسيه أسفه لضياع فرصة التغلب على منتخب ساحل العاج وهو منافس أكثر ثقلا بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما رغم طرد لاعب من الأفيال، وذلك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. وقال دوسيه: نشعر بالإحباط بعض الشيء لأننا لم نفز بالمباراة في الوقت الذي كنا نسيطر على مجرياتها بعد طرد جيرفينيو، لم نكن على قدر كبير من الفعالية عندما سنحت الفرصة أمام مهاجمينا للتهديف ولم نستطع أن نستغلها لصالحنا. وكان محمد ياتارا قد سجل هدف التقدم لغينيا في الشوط الأول قبل أن يتعادل سيديو دومبينا في الدقيقة 73 من المباراة، ودفعت غينيا ثمنا باهظا لضياع الفرص السهلة وعدم استغلالها لتفوقها العددي على منافستها. ونتحول إلى البرازيل، حيث كشف جيرون فالكا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف النقابة عن ضخ 100 مليون دولار في أعمال التنمية الرياضية والاجتماعية بالبرازيل التي استضافت نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيث توجت ألمانيا باللقب. وتشمل مبادرة مشروع إرث كرة القدم للبرازيل استثمار 60 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية الرياضية في الولايات 15 التي لم تستضف مباريات المونديال، وتنمية رياضة كرة القدم في الأعمار السنية الصغيرة وفي أوساط الفتيات بواقع 15 مليون دولار لكل من الشباب والفتيات، بينما توجه 10 ملايين دولار المتبقية إلى مشروعات اجتماعية وعامة مثل الوقاية الصحية والتعليم. ونختتم جولتنا مع منافسات بطولة أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، حيث تأهلت المصنفة الثانية عالميا الروسية ماريا شاربوفا للدور الثالث عقب فوزها على مواطنتها ألكسندرا بانوفا الصاعدة من التصفيات بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وأطلقت اللاعبة الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى عدة تسديدات أمامية قوية إلى بانوفا لتحافظ على وجودها في البطولة. هذا وستواجه شاربوفا في الدور الثالث الكازاخستانية زارينا دياز أو السلوفاكية أنا شيمدلوفا.
إذن شباب الأبيض الإماراتي أرسلوا فيروسا وعطلوا به الكمبيوتر الياباني ليعود إلى منتخب إلى بلاده المنتخب الياباني إلى طوكيو. المنتخب الإماراتي في نصف النهائي، كذلك الحال لأسود الرافدين الذين أقصوا المنتخب الإيراني إلى طهران. نصف نهائي منتظر للمنتخبات العربية، كل التوفيق لها وأطيب المنى لكم مشاهدينا الكرام. أعود بكم إلى فادي علوش وهنا الأعرج استكمال مشوار جولات الصباح. تفضلوا. كان يا معاذ. العفو يا هلا.